اشتكى أهالي قضاء الصادق من التهميش الذي يطالهم من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية، وطلب المواطنون الجهات المعنية بتوفير الخدمات وإنشاء البنى التحتية، إضافة إلى إفساح المجال للعاطلين من الشباب بفرص عمل لدى الشركات العاملة في شمال البصرة. اليوم من حضرت هاي الناس وهاي الشباب وهذا التجمع ترى طلع من منطلق المظلومية. أكو ظلم تحتم على هذا القضاء والتهميش اللي خل الشباب تخرج بدون شعور. هل تشوف هاي الشباب؟ أول شيء إحنا محاطين بالنفط، لا أكو لجنة تجي وتشكل. عندنا خريجين، عندنا بطالة، والشركات جاي تشتغل يجي بيها. إحنا بدون عنصرية وبدون أي هذا، بس نتكلم عن المناطقية والأضرار. والله العظيم يعني وعود كاذبة، وعود إلى الآن إجت الوفد مال البصرة، لكن أسعد العيداني مهمش ويهمش قضاء الصادق إلى أبعد الحدود، كأنما وصلت بمرحلة عداوة الشمال البصرة، شمال بالخصوص قضاء الصادق. تهميش ينظرون نظرة أصل ما أدري شلون يعني. عمي اكو غيرها يا شباب؟ تردون شيء ثاني؟ الشيء الثاني طلبونا من عندهم مستشفى. مستشفى اكو واحد انسان يعيش بدون مستشفى؟ اليوم ماكو انسان يعيش بدون مستشفى، هذا الشيء عام وليس خاص. احنا نطلب العام، هاي واحد. الشيء الثاني اري الشوارع. يعني هاي حكومة بعظمتها وليس تنفذ هاي الثلاثة؟ الله اكبر. الله أكبر عليكم، الله أكبر عليكم، الله لا يوفقكم يا حكومتنا.